معارضة السويد تضغط لوقف الشراكة الأوروبية مع إسرائيل. أجواء متوترة بعد فض الشرطة اعتصام الطلاب في لوند. الأناقة السام أبلر. نشرة إخبارية جديدة من قناة الكومبيس الإعلامية، معكم ريم لحدو، أهلا بكم. المعارضة السويدية تطالب الحكومة بالعمل لتجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب هجومها الأخير على رفح وتجاهلها قرار محكمة العدل الدولية. أحزاب الاشتراك الديمقراطي واليسار والبيئة والوسط قدمت مبادرة إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان تشدد على ضرورة العمل لضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي ووقف هجومها على رفح. المبادرة تضمنت عدة مطالب، منها ضرورة عمل الحكومة على ضمان امتثال إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لجميع الأعمال الحربية في رفح، وهو الأمر الذي تجاهلته تل أبيب حتى الآن. المبادرة أكدت أيضاً أن على السويد الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل حتى يتم تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. كما شددت المعارضة على ضرورة دعم الحكومة لقرارات المحكمة لمواجهة الإفلات من العقاب وتأمين وصول هيئات التحقيق والأمم المتحدة إلى المنطقة. وبلغ حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 46.8 مليار يورو في العام 2022، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل وفقا لأرقام المفوضية الأوروبية. وتشمل الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تخفيف القيود على التجارة والرسوم الجمركية في عدد من القطاعات. بعد اعتصام دام أسبوعين، فضت الشرطة اليوم اعتصام طلاب جامعة لوند المتضامنين مع غزة والمطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية والتجارية مع إسرائيل. في الصباح الباكر أنذرت الشرطة الطلاب بتفكيك الخيام ومغادرة المكان وأمهلتهم نصف ساعة للقيام بذلك قبل أن تتدخل لإبعاد من بقي منهم بالقوة. جو مضطرب ساد المكان، وانتشرت فيديوهات عن استخدام الشرطة العنف ضد بعض الطلاب، واتهم ناشطون الشرطة باستخدام العنف المفرط خلال فض الاعتصام. وقال أحد الناشطين للكومبيس إنه تعرض لضرب عنيف من قبل الشرطة قبل أن تحتجزه وتطلق سراحه لاحقا. متحدث باسم الشرطة قال للكومبيس إن عملية الإخلاء وجهت بمقاومة من بعض الطلاب، ورمى بعضهم زجاجات على سيارة إسعاف كانت في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعض الأشخاص. ولم تقدم الشرطة عددا لمن تم احتجازهم بشكل مؤقت، لكنها قالت إنها ستقدم بلاغات ضد حوالي 30 شخصا بشبهة عصيان سلطات إنفاذ القانون. وكانت الشرطة أبلغت الطلاب أمس بضرورة إنهاء اعتصامهم قبل يوم الجمعة، حيث تنظم الجامعة حفلا لخريجي الدكتوراه في المكان. وزير التعليم ماتس بيرشون علق على أحداث اليوم بالقول إن المظاهرات تجاوزت الحدود في مختلف أنحاء السويد، مؤكدا ثقته بكيفية تعامل الشرطة مع الأمر. وزيرة الشؤون الاجتماعية والرعاية الصحية إيكو أنكاربيري يوهانسون تقول للكومبيس إن مسألة استقبال السويد مرضى من غزة قيد الأعداد في مكاتب الحكومة. المفوضية الأوروبية كانت قد طلبت من السويد أن تستقبل وتعالج مرضى مصابين بأمراض خطيرة من غزة، وحث حزباء اليسار والوسط الحكومة على التحرك بسرعة. الكومبيس تواصلت مع وزارة الخارجية السويدية للتعليق على طلب المفوضية، فأشارت إلى أن القضية يتم إعدادها من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والرعاية الصحية. وكانت المفوضية كتبت في رسالة لدول الاتحاد الأوروبي أن حياة المرضى في خطر إذا لم يتلقوا الرعاية، ومن المهم إجلاؤهم بسرعة إلى مستشفيات خارج غزة. وحددت منظمة الصحة العالمية 9000 شخص مصابين بأمراض خطيرة في القطاع، بينهم نساء وأطفال. وفي حال توزيع المرضى على الدول بحسب عدد السكان، فستكون حصة السويد 200 مريض وفق النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الوسط عبير السهلاني، والتي قالت إن على السويد التعامل مع هذا الأمر خارج مهام الرعاية الصحية العادية. وكانت إيطاليا حتى الآن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي والتي استقبلت أكثر من 150 مريضاً من غزة عبر الإجلاء الجوي من مصر.
الاقتصاد السويدي يعود للنمو بعد فترة من التراجع. الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لأرقام جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء السويدية. رئيسة قسم الحسابات في الهيئة يسيكا إنجدال قالت إن الناتج المحلي انتعش وعاد للنمو خلال بداية العام بعد أن كان أضعف لعدة أرباع متتالية، وتخطى النمو المسجل التوقعات السابقة للاقتصاديين التي رجحت عدم تغيير الناتج المحلي. وكان معهد البحوث الاقتصادية توقع في تقرير بنهاية مارس الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% هذا العام، يليه ارتفاع بنسبة 2.5% في العام 2025. وعزى خبراء التوقعات الإيجابية إلى الاستهلاك المنزلي الذي من المتوقع أن يرتفع هذا العام ويشكل قوة دافعة رئيسية لانتعاش الاقتصاد بعد الركود. شرطة يوتوبوري تحقق في سرقة موزة. ليس الخبر على سبيل الطرفة، حيث استدعيت الشرطة فعلا إلى فندق سكاندي كراون وسط المدينة اليوم بعد قيام أحد الأشخاص بسرقة موزة. المتحدثة باسم الشرطة كارولين كارلسون قالت إنه يبدو أن شخصا ما سرق موزة من حفل استقبال، وهذه تعد سرقة وعلينا التعامل معها وفقا للقانون، مؤكدة تعامل الشرطة مع الحادثة بجدية كاملة. إدارة الفندق أكدت صحة المعلومات المتعلقة بالحادثة، مشيرة إلى أن سرقة موزة قد تبدو أمرا بسيطا، إلا أنه يتعين الإبلاغ عن جميع السرقات بغض النظر عن حجمها. وأرسلت الشرطة سيارتين إلى الفندق للتحقيق في ملابسات الحادثة والبحث عن سارق الموزة المحتمل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار الكومبيس. دمتم بخير. من وكو أبو كاس. الأناقة السام أبلر.